اليوم يعد الحصول على وسائل تنظيم الأسرة حق من حقوق الإنسان، كما يعد تنظيم الأسرة أمراً أساسياً وهاماً لتحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، وهو عامل رئيسي للحد من الفقر وتحقيق النمو الاقتصادي. اليوم رشا، قد ايه بتلاقي كثير من الصبايا والشباب المقبلين على الزواج يمكن في عندهم نقص بالمعلومات عن أجسامهم ومسؤوليتها بعد الزواج، وممكن ما في عندهم ثقافة بالصحة الإنجابية؟ أكيد هايدي، اليوم كلنا بحاجة للتثقيف والتوعية بموضوع تنظيم الأسرة. اليوم نحن عم نحكي عن نقطة جدا مهمة بحياتنا، اليوم رح نضوي عليها أهميتها، نحن كيف وشو أثارها الإيجابية على المجتمع وعلى الفرد وأيضا على صحة المرأة. معلومات جدا مهمة حتخبرنا عنها ضيفتنا على اليوم، وهي الدكتورة سارة جنيات، ماجستير بالأمراض النسائية وجراحاتها. يسعد صباحك دكتورة. صباح الخير. أهلا وسهلا. صباح الخير دكتورة، أول شيء مبروك الماستر. الله يبارك فيك. مبروك دكتورة. خلينا نتعرف من حضرتك اليوم عن تنظيم الأسرة كمفهوم وأيضا عن الصحة الإنجابية كمفهوم، شو بتخبرينا أكثر عنه؟ هلا تنظيم الأسرة هي عبارة عن مجموعة من الطرق والأساليب يلي بيتبعها الأفراد منشان يتحكموا بعدد الأولاد وتوقيت ولادتهم ويبعدوا بين الولادات، وليس هي كما انه مفهوم خاطئ انه بتحديد النسل، هي ما لها تحديد النسل، هي انه نتحكم بعدد الافراد وتوقيت ولاداتهم ونبعد بيناتهم. اما الصحه الانجابيه هي مفهومها انه القدره على الانجاب بطريقه صحيحه وامنه وتوفير الرعايه الصحيه قبل الحمل واثناء وبعد الحمل. طيب دكتورة، اليوم هذا التنظيم عم بيكون له أثار إيجابية جدا مهمة على الفرد، على المجتمع، وحتى على صحة النساء بشكل عام، يعني عم بيقلل حجم الوفيات، عم بيقلل عدد الإجهاضات اللي ممكن تتعرض لها المرأة. خلينا اليوم نتوسع أكثر يعني بهي النقطة. يعني هلا تنظيم الأسرة له أهمية كبيرة بتحسين جودة حياة الأسرة، وبغض كمان بالإضافة لذلك انه بيقلل من المخاطر المحتملة الناتجة عن الحمول المتكررة، وكمان انه بيوفر للطفل صحة، يعني انه بيوفر رعايته اللازمة يعني بعد الولادة. وكمان في نحن عندنا فوائد صحية مثل ما حكيت، انه بيقلل من حالات الإجهاض، بيقلل من المخاطر المحتملة بسبب الحمول المتكررة، وكمان انه بيقلل من وفيات الامهات حول الولاده. تمام. خلينا نعرف من حضرتك دكتوره شو هي اساليب تنظيم الاسره، وكيف ممكن اليوم نحن نعرف نختار الطريقه الصحيحه والطريقه المناسبه الافضل لكل اسره، شو هي المعايير اللي لازم يتبعوها؟ تمام. هلا نحن ممكن انه نصنف نحن وسائل تنظيم الاسره لاربع مجموعات، يعني حسب انه ديمومه الحاله، يعني مثلا انه اذا كان بدنا نحن ننظم الاسره لفتره مؤقته ممكن انه نحن نستعمل واقيات الذكريه او الانثويه، اذا كان بدنا لفتره اطول ممكن انه نستعمل حبوب منع الحمل الهرمونيه. هلا هي بحاجه لالتزام اكبر من قبل الزوجه، يعني انه بدها تتذكر انه يوميا لازم تاخذ هي حبه مشان تكون هي الوسيله فعاله بشكل اكبر. هلا وفي عندنا نحن كمان وسائل ثانيه مثل الغرسات او الزرعات اللي بدها تنحط تحت الجلد، هي ممكن انه تدوم فتره فعاليتها لمنع الحمل ممكن لسنوات، وكذلك اللوالب اللي بتنحط داخل الرحم ممكن تكون نحاسيه، ممكن هي تضل انه فعاله لاب تو 10 سنين، الهرموني ممكن لخمس سنين. وكمان في عندنا المجموعة الثالثة هي المجموعة منع الحمل الطبيعية اللي هي بالرضاعة، هي يعني فيزيولوجيا الجسم انه بيصير في عندنا منع حمل، خاصة اذا كانت المرضع عمر البيبي اقل من 6 شهور، وممكن انه بطريقة العزل، يعني انه يصير الجماع فقط بفترة يصير انه تبعد عن الجماع بفترة الإباضة وحولها. هلا وفي كمان عندنا نحن المجموعة الرابعة هي انه ممكن انه الأسرة تقول لك انه احنا ما بقى بدنا اولاد، انه اكتفينا او ما عندهم قدرة انه مثلا يجيبوا اولاد، فانه هن ممكن او وفي لها شروط كمان انه مثلا فوق ال40 جابت عدد اولاد معين، فهون ممكن تلجأ لحالات منع الحمل بشكل دائم يلي بنسميها نحن التعقيم الذكري والانثوي، ربط البوقين او الحبل المنوي.
هلا في كمان نحن نختار وسيله الحمل. نحن يعني بنساعد بتكون باستشاره الطبيب اكيد، فلانه في كثير عوامل نحن بناخذها بعين الاعتبار، يعني الحاله العامه الصحيه للزوج، زوجين، التاريخ المرضي لهم، يعني في عندنا نحن موانع حمل ما يمكن استعمالها، او هي مضاد استطباب بحالات الضغط، السكر، بحالات اذا عندها مشاكل بالكبد او شيء، فنحن ممكن نتوجه لخيار بوسيله لتنظيم الاسره بشكل اخر. ممكن كمان سهوله الاستخدام، يعني ممكن السيده تقول لك انا انه بنسى، يعني انا اخذت الحبل اليوم ممكن انساها يعني. فنحن وقت ما فيكون في التزام يومي باخذ حبوب مانع الحمل بتقل فعاليتها، فنحن هون ممكن انه نعطيها خيار انه تحط لولب، بنحط لها اياه وبتنسى يعني، فهو ممكن انه يساعد. وفي نساء مثلا وسيله تنظيم الاسره بالاضافه انه من بصير في عندها حمايه، يعني بدها انه بتطلب انه هي بدها تحمل من الامراض المنقوله جنسيا، فنحن هون نحن نعطيها الخيار الواقيات. وكمان احنا في شغلات عوامل تانية، يعني مدى توافر وسيله تنظيم الاسره، يعني انه اذا كان شو متوافر نحن نقدم له معلومات انه شو هي الوسيله اللي متوافره عندنا بسوريا. وكمان التكلفه، يعني كمان الاهل لازم يكونوا بعين الاعتبار انه شو هي التكلفه. وكمان من العوامل اللي نحن بناخذها بعين الاعتبار الخطط المستقبليه للحمل، يعني مثلا السيده انه بتقول لك انه انا ماني مؤهله انه انا هلا اجيب بيبي، يعني بتتاخر فتره معينه، فنحن بنعطيها وسيله انه قابله للعكس، يعني مو من قابله للعكس. وممكن انه السيده تقول لك انه انا بدي احمل فورا، فنحن بنساعدها بالتخطيط للحمل. ويعني مثل ما قلت لك خيارات كثير، طبعا خيارات كثير، ففي هي العوامل يعني اللي نحن خيارات متاحه، ونحن حسب الحاله نحن بنوجهها للشريكين يعني. طيب اليوم هدول الخيارات عم يكون لهم تاثير جدا ايجابي مثل ما قلنا على صحه المراه، ولكن ايضا لهم اسقاط على الحاله الصحيه للاسره، يعني اليوم في رعايه بيكون اكبر للاطفال عددهم اقل. خلينا نحكي بهي النقطه. بالنسبه للفوائد الصحيه لتنظيم الاسره مثل ما حكيت انه هي بتقلل من وفيات حول الولاده، بتقلل من حالات الحمل الغير مرغوب وحالات الاجهاض وحالات الحمل المفاجئ، ممكن انها تقلل من المخاطر اللي بتكون بسبب الحمول المتكرره، يعني بيزيد عندها انخفاض ارتفاع ضغط، بيصير عندها عند البيبي انخفاض وزن حول الولاده، كل هذا بسبب الحمول المتكرره. وكمان للبيبي ممكن انه يتاثر، كمان بتخفف الوفيات حول الولاده بالنسبه للاطفال، وكمان بنامن للاطفال صحه افضل، رعايه صحيه اكثر كامله افضل، بياخذ حقه يعني. صحيح اليوم لان عدد اطفال كثير كبير بالبيت، يعني هن مو مسؤوليه الاب والام، ولكن بتمنوا اليوم الاهالي يقدموا كل شيء بيمتلكوا لاطفالهم، ولكن اليوم اجى موضوع تنظيم الاسره لاعطاء هذا الطفل حقه بالنهايه. طبعا وبالنهايه كمان الام لما عم يكون في عدد الولادات عم تكون قريبه من بعضها، فهي جسمها ما مؤهل، يعني مثل ما الحمل هو بياخذ من رصيد الام. صحيح. فهي لازم ترجع تحمل مره ثانيه، لازم تكون جسمها جيد نفسيا وصحيا. دكتوره اليوم بنشوف في كثير من الدورات التدريبيه اللي بتكون عن التثقيف والتوعيه بموضوع الصحه الانجابيه، خلينا نوضح اهميه حضور هي الدورات اليوم، قد ايه بتعطي ثقافه اكثر لكل شب او صبيه مقبلين على الزواج؟ هلا الحمد لله انه في تثقيف صحي مقدم من خلال حملات التوعيه اللي عم تقوم فيها المراكز الصحيه التابعه لوزاره الصحه، للمنظمات الدوليه، للهلال الاحمر مثلا، الجمعيات الوطنيه، جمعيه تنظيم الاسره والى اخره، كلها انه هي الجمعيات بتقدم معلومات للشريكين او الشاب والشابه قبل الزواج، وبتقدم لهم الدعم اللازم ليقدروا ينظموا الاسر. طيب اليوم عم نحكي ايضا عن ناحيه اقتصاديه جدا مهمه، يعني ضوينا عليها سريعا بجواب سؤال قبله، انه اليوم بيعطي كل طفل حقه، ولكن اقتصاديا عم بيكون تاثيره مو بس على الاسره، على الطفل، على الاسره وعلى المجتمع. قد ايه اليوم مهم تنظيم الاسره من الناحيه الاقتصاديه ايضا؟ هلا اكيد انه تنظيم الاسره هو رح يحسن من الوضع الاقتصادي، مثل رح يقلل من حالات الفقر ومن حالات سوء التغذيه، يعني مثلا الرغيف اللي بنقدمه لشخصين لطفلين
2 مو مثل ل10، فرح يقلل من حالات سوء التغذية يلي عم تصير، وكمان عم يكون انه يعني هي مسؤولية الزوجين، مسؤولية الزوجين انه تنظيم الأسرة، لانه هن مسؤولين عن تربية اطفالهم وحمايتهم وتوفير لهم الفرص التعليمية ليعلموهم بشكل جيد. تمام، خلينا نحكي عن نقطة كتير مهمة، عن أهمية الفحوصات الطبية والتشيك دائما على صحة الشاب والصبية قبل الإقبال على الزواج. قد ايه مهم هي الخطوة، لازم ننتبه إلى أكثر؟ أكيد، يعني أنه هلأ نحن الناس كتير بيفكروا أنه هو إجراء روتيني، بس هو إجراء كتير مهم جدا. يعني أنه إجراء الفحوصات قبل الزواج، الكشف عن الأمراض الوراثية، ممكن فقر الدم، نشوف نوع الخضاب الهيموغلوبين، إذا في خلفه أنه مرض وراثي معين، نشوف الزمر الزوج والشاب والشاب قبل الزواج، هو كتير مهم جدا. يعني نحن هيك، يعني أنا بفضل أنه يكون انه قبل، يعني مثلا قبل 3 شهور، منشان نحن نكسب وقت اكثر اذا في شيء ممكن نقدر نعمله، يعني مو انه ننطر المشكله تصير وبعدين ندور على العلاج. فهو كثير من المهم انه نحن، هي مو بس اجراء روتيني، هي شيء هام جدا انه نحن نعمله. اليوم صار هو شرط من احد شروط الزواج، يعني الصبية والشاب بيروحوا لإجراء هيئة التحاليل. ولكن اليوم شو هي التحليل اللي بيمنع زواجهم؟ يعني اليوم بيقول لك انه انا ما توافقت مع الصبية بالتحاليل فما بصير نتزوج، شو هو؟ هلا يعني ممكن اذا حالات مثل ما قلنا، اذا الزواج الاقارب مثلا بيحولوهم لاخصائي وراثي، اذا ممكن انه اذا كانت في عندهم امراض وراثية، يعني اكيد رح يجوا الاولاد عندهم هاي الامراض. التهابات الكبد بي و سي كمان، يعني انه هي بتمنع من الزواج، الايدز، حالات نقص المناعه، هي كلها بتاثر. طب اذا انا اليوم بدي اشرح عن اهميه الصحه الانجابيه، انا لازم حصرا تكون الصبيه يعني فورا عندها زواج، ولا لا انا ممكن باعمار اصغر انا اشرح عن هذا الموضوع كرمال لما تكبر ويكون في زواج، هي بيكون عندها ثقافه كافيه؟ لانه بنسمع دائما انه لازم يكون يمكن بعمر لسه كمان اقل، شو برايك دكتور؟ لا طبعا، انه نحن لازم بس انه الشاب دخلت بسن، الشاب والشاب دخلوا بسن النشاط التناسلي، لازم نحن دائما نوعيهم يعني بالصحه الانجابيه، ومنشان انه اذا كان في عندهم مشاكل يقدروا يحلوها. يمكن هاي التوعيه بتكون افضل بمثلا اجراء نشاطات، كورسات، ندوات تثقيفيه صحيه طبعاً للشباب والصبايا. خلينا نرجع بس لنقطه ذكرتيها حضرتك دكتوره، وهي حبوب منع الحمل، الحبوب الهرمونيه اللي يعني اسمها فوبيا بجوز لصبايا كثير، انه انا لا ما حاخذها، انا قالت ستي وقالت امي، هدول القصص اللي شائعه بين الناس اليوم. هل في تخوف على الصبي انه ممكن يتاخر الحمل عندها او تصل لمرحلة غير التأخير، خلينا نقول إذا كانت مدة أخذ هدول الحبوب اللي على سنوات طويلة؟ لا، هي طالما أنه إذا كانت باستشارة الطبيب، يعني الطبيب هو بيعطيها حب المانع الحمل الملائم لحالتها، بحيث أنه ما يصير في عندها تأثيرات جانبية تاني. وأكيد الطبيب هو بدراية بالتأثيرات الجانبية اللي ممكن تصير، وممكن أنه هو أكيد عنده خبرة أنه كيف يعالجها. فالحبوب المنع الحمل أنه ما لازم كتير، في عنده مثل ما هي من المفاهيم الخاطئة أنه أنا إذا أخذ حب مانع حمل أنه ما بقى جيبه أو يتأخر الحمل، هو تأثيره بس أنه بيثبط الإباضة، بيعمل بيقل من ضمور يعني بطانة الرحم، فهذا كله. طيب بتشيك عند الدكتور اذا كانت تحت، خلينا نقول اختي خيار انه هي تاخذ حبوب منع حمل، المفروض تشيك كل فتره؟ أيه، يعني كل 6 شهور، يعني انا برايي كل 6 شهور. كل 6 شهور اما يبدل لها اياه او ممكن انه يستمر فيه، بس هي كل 6 شهور. يعني في سيدات بياخذوا بعمر ال 35 وبصيروا 42 وبيضلوا على نفس مانع الحمل. تمام. هذا الشيء كثير غلط، لانه بس صارت فوق ال 40 صار في مانع حمل اخر، يعني نعم، نسبه لعمرها. تمام دكتور سارة، سؤال أخير اليوم، كثير من الصبايا بتعاني من مشكلة تكيس المبايض، ونسمع كثير أنه هي ممكن تأثر على الصحة الإنجابية، شو برأيك بهذا الموضوع؟ هلأ بالنسبة لحالة متلازمة البي سي أو، هي ممكن تقلل من فرص الحمل، ولكن أنه مو شرط أنه، يعني في كثير مرضى عندهم متلازمة بي سي أو وبصير عندهم حمل، بس هو ممكن انه فرصة الحمل بتكون أقل. مقارنة بالفتيات الأخريات. وبالنهاية كمان انه عند العلاج، اذا تم العلاج هي المتلازمة، فرح اكيد رح تتحسن فرصتها بالحمل.
فمن خلال يعني مثل ما قلت لك العلاج المحافظ هو اساسي بمتلازمه بي سي او، يعني ممكن ما تضطر تاخذ لا حبوب مانع حمل ولا تضطر تاخذ اي شيء دواء ثاني، بس انه من خلال تعديل نمط الحياه ممكن انه تحسن إنه يمكن تعديل الحمل. النمط الغذائي الصحي البدني اليوم دائما نحن بنسمع من حضرتك وكثير من الاطباء النسائيين انه اليوم النشاط البدني جدا مهم ببعض المشكلات اللي بتعاني منها المراه على بالمبيض. دكتوره خلينا نروح هيك لنصائح عامه اليوم، شو بتتوجهي للشباب والصبايا المقبلين على الزواج؟ شو بتحبي تقولي بموضوع تنظيم الاسره واهميته ونتائجه الايجابيه على الارض؟ هلا انه انا بنصح كل شاب وصبيه قبل الزواج اكيد يعني يراجعوا طبيب ويستشيروا طبيب قبل 3 شهور مشان اذا في مشاكل انه يقدروا يحلوها يعني. وكمان انه الطبيب اكيد رح يوفر لهم المعلومات الصحيحه حول تنظيم الاسره ويناقشهم انه اذا هل هن جاهزين لهي الخطوه ويتشاوروا معه بخططهم الانجابيه المستقبليه، هل هن جاهزين هلا يكون في عندهم بيبي ولا بدهم ياجلوا، فهي لازم تكون قبل ب3 شهور. واذا في اي مشكله يعني مثلا اذا كان عند الشاب اذا بده تنظيم دوره شهريه او عنده اي مشكله فهي لازم يكون مع الوقت طبعاً حتى أكيد إجراءات طبية نكسب وقت يعني نحن صح. أكثر دكتورة معلومات جدا هيك مهمة وبتفيد أكيد كل حدا مقبل على الزواج. بنشكر حضورك لليوم الدكتورة سارة جنيات، حضرتك ماجستير بالأمراض النسائية وجراحاتها. أهلا وسهلا فيكم وبتمنى أن يكونوا إن شاء الله استفادوا. شكرا لك دكتورة ولكل المعلومات اللي قدمتيها.